واحد ديسمبر، في واحد ديسمبر الدولة لن تسمح لأي مواطن إنه يدخل أي مصلحة إلا لما يكون متطعم. تاني، في واحد ديسمبر اللي هو بعد يومين ثلاثة ده، لن يسمح لأي مواطن بدخول مصلحة حكومية غير أما يكون متطعم. إيه الحكاية وإيه الموضوع؟ إيه الإجراءات؟ إيه الآلية اللي هتتعمل؟ معانا الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا، مساء الخير على حضرتك أستاذ عمرو وعلى أهلنا في محافظات مصر كلها. إيه اللي هيحصل في 1 ديسمبر؟ يعني خليني أقول لحضرتك إنه وفقا في 17 أكتوبر الماضي، اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا المستجد برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء قررت عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر بدخول أي موظف لم يتلقى اللقاح إلى مكان عمله، وده بالفعل آلية العمل والتطبيق قمنا بده. وطبعا تأكدنا تماما أن كل موظف زميل داخل بما فيهم إحنا مع الشهادة بتاعته أو موجودة على الموبايل بتاعه، وبالتالي مسؤول الأمن موجود ومسؤول الـ HR الموارد البشرية موجود وبيتأكد من هذا. وده طبعا اليوم الأول تأكدنا منه، اليوم الثاني البعض ما جابش شهادته رجع من على بوابة الوزارة أو المحافظة أو الوحدات المحلية. كذلك الأمر ترتب على كده أن حصل تواصل ما بين السيد الوزير والمحافظات ووزارة الصحة، واللي كان ما حصلش على التطعيم بتاعه بدأ يحصل على التطعيم من خلال فرق العمل من زملائنا في وزارة الصحة اللي قاموا بتطعيمهم في أماكن عمل. خلينا أقول لحضرتك إنه هو من أول ديسمبر إن شاء الله بالنسبة لأهلنا في المحافظات المصرية اللي عايزين يخشوا أي منشأة حكومية عندنا لإنهاء أي معاملة أو أي إجراء، ده هيكون بعد التأكد من حصوله على اللقاح. وبالتالي الجرعتين يا فندم ولا جرعة واحدة؟ يا فندم يكون معاه شهادة بتفيد أنه حاصل على اللقاح، والشهادة اللي معاه اللي مختومة ومعتمدة من وزارة الصحة المصرية بتصدر بعد الحصول على الجرعة الثانية لأي حد. طيب لو حضرتك فما فيش مواطن هيخش مثلا مصلحة الجوازات، اسم شرطة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الزراعة، أي مصلحة حكومية من دول إلا لو معاه شهادة إن هو متطعم التطعيمين ومعاه الشهادة. تمام يا فندم. كذلك الأمر لو معهوش الشهادة ومعاه ما يفيد إن هو عامل بي سي آر حديث وأثبت إن البي سي آر ده بتاعه من خلال البطاقة الشخصية بتاعته ممكن يخش ويتمم التعامل طالما إنه معاه التحليل البي سي آر بتاعه. يبقى إحنا هنا كده ضامنين ان المواطن اللي هيخش سليم، وبالتالي هو هيبقى مش هيضر اي حد موجود وبيتعامل معاه. والهدف الرئيس من هذا وذاك يا فندم ان احنا كلنا كمواطنين نروح نطعم، وبالتالي يعني نكون كلنا في سلام بالنسبة للوضع الصحي بتاعنا او الوضع الطبي بتاعنا. بالنسبة للبنوك يا فندم ومكاتب البريد وضعها ايه؟ ينطبق عليها ما ينطبق على لان ده اول شهر بقى ومرتبات وكل الاشياء ديت. يعني ما هو في ميزة يا فندم فيما يتعلق بالمرتبات، حضرتك ممكن تتعامل من خلال ماكينات الاي تي ام، وبالتالي الى ان يكون مع حضرتك الشهاده تخش تعمل المعامله اللي بتتطلب التواجد الشخصي بتاع حضرتك. يعني البنوك ايضا بيشمل ومكاتب بريد بيشمل هذا القرار. تمام يا فندم. ومين اللي منوط بيه انه ينفذ ده على ابواب الوزارات والبنوك؟ طبعا بيبقى المسؤول الامن يا فندم هو اللي موجود، والموظفين المعنيين اللي بيحددهم المصلحه الحكوميه هم دول المعنيين بالتأكد من سلامة كل من هو
يدخل للحصول على معاملة من جانب الوزارة.